في ذات الموضوع مشاهدينا الاعزاء، وينضم الينا هاتفيا ايضا الدكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات. دكتور احمد صباح الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. وطوال الاسبوع الماضي الاعداد في تزايد، سواء اعداد الاصابات او اعداد الوفيات، ما دلاله هذا الامر؟ الحقيقه نحن بنمر بأسوأ ازمه صحيه تواجه العالم، ارقام مفزعه نقابلها، نستبق الاخبار ولا نلاحقها. المشكله في هذا الفيروس انه هو بيكون معدي قبل ان تظهر الاعراض على المريض. الحقيقه الارقام اللي احنا بنراها ارقام مخيفه جدا. المفروض طبعا هذا الامر مرتبط اساسا بسلوكيات المواطنين. يمكن الدوله، ومش قصدي الدوله يعني الحكم مثلا او غيره وغيره، ده لمصلحتنا احنا جميعا، ان هذا الامر مرتبط بسلوكيات المواطنين. التدابير الاحترازيه ان احنا والنظافه المستمره والتباعد الاجتماعي هام جدا قبل ما السيطره على الفيروس تخرج من ايدينا، ودي تكون الطامه الكبرى على طبعا جميع المواطنين وعلى طبعا على الوطن باكمله. احنا بنقول دايما ان يعني الحالات في تزايد، وكلمه تزايد يعني معناها ان المنحنى المرضى بيكتر، المستشفيات مش هتكفي المستقبليه، يعني المرضى ما تكتر المستشفيات حتى مش هتكون السعه بتاعتها او الكفاءه بتاعتها. اذا كان امريكا اللي هي امريكا مش قادر النهارده تساعي المرضى بتاعتهم او الكمامات او ما الى غير ذلك او وسائل. يعني يا دكتور احمد، مش فقط المستشفيات لن تتحمل ولن تستوعب المصابين بفيروس كورونا، لكن ذلك ايضا يؤثر على المرضى الاخرين، مرضى الامراض الاخرى. طبعا. لا، والحاجه الثانيه ان انا ما عرضتش نفسي للاصابه، يعني كلمه تزايد معناها انني عدم التزام المواطن وسلوكياته، عدم التزامها بالتدابير الاحترازيه. يعني ما انا ما انزل في الشارع واكسر حاجز التباعد الاجتماعي، انا بعدي غيري وبعدين او اخد العدوى من غيري وادخلها البيت، والبيت دون ممكن فيها والدك والدتك ناس الكبار او ولادك او مراتك مثلا يعني. طبعا طبعا الكارثه بتكون كبيره، يعني مش مساله انني يعني التباعد الاجتماعي انني يعني يبقى قرار بيصدر ويعني اطبقه ما اطبقهوش، لا، سلوكياتنا احنا هي مربط الفرس لل طيب الناس السلوكيات. دايما يا دكتور احمد، احنا في المناسبات الدينيه والمناسبات الاجتماعيه ما نعتمد على التجمعات في الاحتفال بهذه المناسبات، ايه الرساله اللي ممكن نوصلها؟ ايه النصيحه اللي ممكن نقدمها للشعب المصري للمواطنين حتى يلتزموا بالاجراءات الصحيه لمكافحه هذا الفيروس؟ انا بقول لكل المواطنين، اذ اولا احنا في رمضان المعظم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. احنا بنقول لو انت بتحب ابوك وامك ما تزورهمش في رمضان. لو انت بتحب والدك ووالدتك ما ليه بقى؟ هتزورهم ممكن تعديهم، والعدوى في السن الكبير خطر. طبعا بالنسبه للسن الصغير الى حد ما. احنا بنقول عدم التزاور، التباعد الاجتماعي، الالتزام، والا كان من الحكومه ما هي حفاظا برضه على الشعب، مش ان هي يعني اجراءات، يعني ان هي طبعا الاجراءات تكون اشد. يعني رئيس الوزراء اتكلم ووزيرة الصحة، زيادة هتقابل دي زيادة في التدابير الاحترازية، ودون يعني مش نابع من ان انا عايز امر وعايز انهي، لا، ده المصلح تاني ومصلحة الوطن ان ما يكون في ناس اصحاء ولا ناس مرضى. طبعا ده يعني لازم نحن نحطه في اعتبارنا. احنا بنقول اولا غسل اليدين، ثاني مرة بقوله هو غسل اليدين يعتبر هام جدا، في طبعا يعتبر طوق النجاه. ثانيا التباعد الاجتماعي، 70% من نجاح او ارتياح الفيروس والبعد عن الفيروس بيكون 70% منه بيكون التباعد الاجتماعي، اللي احنا بنسميه الخطوه الاولى والخطيره والركيزه الاولى للبعد عن هذا الفيروس. طيب بحسب الاحصائيات يا دكتور، ان بعض الشباب بعض صغار السن ربما يبدو مرتاحين من عدم اصابتهم او مطمئنين من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، لكن هذه الارقام سواء في مصر او حتى في دول العالم تقول لنا ان هذا المرض، ان هذا الفيروس لم يترك لا كبير في السن ولا صغير في السن دون ان يصيبه ودون حتى ان يقتله. ايه اللي ممكن نقوله للساده المشاهدين من صغار السن من الشباب حتى يحترسوا، حتى ياخذوا احتياطاتهم من هذا الفيروس؟ احنا بنقول صغار السن مش معنى ذلك ان هم في منأى عن هذا الامر، لا، ده هم 2% منهم او اكتر بيصابوا وبعدين بيكونوا حاملين للفيروس ويكونوا مصدر عدوى للاخرين. طب دي تعتبر من ضمن الكوارث الكبيره جدا.
من ضمن الحاجات اللي هي الاجراءات الاستباقيه اللي طبعا الاستقصاء الوبائي اللي كان اكتشافه مبكر، تمعد اجتماعي والعزل الاجتماعي اللي يعتبر طوق النجاه في هذه المرحله، الاداب الكحه والسعال نلتزم بها. انا رايي طبعا مش رايي، يعني الراي العام في هذه المرحله لابد من لبس الكمام، امر حتمي لجميع الافراد. طيب اخيرا دكتور احمد، اخيرا وعذرا لضيق الوقت، بعض الناس عندهم فكره ان هذا المرض ينتشر في المدن دون الارياف، او في عواصم المدن والحواضر دون الارياف، ايه المعلومه الصحيحه في هذا الاطار؟ هذا الموضوع غير يعني ما غير حقيقي ابدا. انا هنا في الشرقيه عندنا الاصابه الحقيقه برضه يعني ربنا يسترها، يعني اعتقد برضه ليه بقى الاصابه، ان هم طبعا يعني لهم ظروفهم، لكن طبعا احنا بنقول الاصابه فعلا في المدن يعني على اساس في يعني مثلا ازدحام تجمعات اكثر، أو يعني تكتلات عشوائيه او ما الى غير ذلك. لكن هو الفيروس لا يفرق طبعا لا بين حضر ولا بين ريف ولا بين اي منطقه، ولا كبير ولا صغير ولا ريف ولا حضر ولا اي حاجه طبعا. نامل السلامه لك دكتور احمد ولكافه الساده المشاهدين. دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.